شلون الصحة؟ شلونكم أحبتي طلاب الثالث المتوسط؟ بهذا الفيديو راح نتكلم عن تعاريف المهن. طبعاً أنت تعرف بالوزاري راح يجيبوا لك مجموعة أو يجيبوا لك تعريف واحد. هذا التعريف أكو طريقتين بالإجابة عنه بالوزاري. يا إما هو ينطيك التعريف ويريد الكلمة من عندك، يعني يقول لك الشخص الذي يداوي المرضى ومنطيك فراغ، فانت تكتب الدكتور هو اللي يشاف المرضى. زين، هذه واحدة. ومرات لا، هو يقول لك عرف الطبيب. اوكي، فعندك ذنج الحالتين. خل ناخذ الامثلة وخل ناخذ الطريقة اللي يجاوب بها. شوف لي هنا باوع على القاعدة، اسم المهنة مثلا نقول الدكتور. اوكي، الدكتور من هو؟ a doctor. تكتب a doctor is someone، هو الشخص الذي، شخص ما، هو الذي، وتكتب هنا الفعل. طبعا الفعل لان الفاعل مفرد لازم ياخذ اس، فنقول الدكتور هو الشخص الذي يعالج المرضى. هذه الذي يعالج المرضى او يعالج المرضى، هذه مرات هو ينطيك اياها اصلا، يعني انت مجرد ترتب. اوكي، وتجيب من عندك is someone who. زين، هذه. ومرات لا، يقول لك عرف الدكتور. فخنشوف الامثله الوزاريه اللي موجوده والحلول مالتن. define a doctor، عرف الدكتور. هنا مثل ما قلنا منطيك الحل، يعني الفعل اللي يسويه الدكتور هو منطيك اياه، فانت مجرد تجيب اسم المهنه a doctor، تقول الدكتور is someone who، الشخص الذي treats sick people، يساعد الناس المرضى. هذا واحد وانتهينا من عنده. هنا عندنا بال 2018 دور ثاني جايب a firefighter. لو a doctor is someone who works in a hospital، من شفت hospital معناها دكتور، بس ميز بين النيرس الممرض او الممرضة والدكتور. ف is someone who works in a hospital or surgery and helps people، اللي يعمل في المستشفى والعيادة ويساعد الناس. هنا عندنا البايلوت. لو الميكانيك، البايلوت اللي هو الطيار، بايلوت طيار، ميكانيك اللي هو الشخص الميكانيكي، الفيتر احنا نسميه بالعراقي، is someone who works، شخص ما يعمل في الجراج. طبعا انت الطيار ما يشتغل بالجراج، يعني جراج التصليح. وريبيرز، ريبيرز كارز، يعني يصلح السيارات. اوكي، فهذا هو هسه. هذا شوفوا، هذه امثله وزاري خيارات، يعني هذا سهل اذا يجيك بهالطريقه. define a firefighter، عرف الاطفائي. هنا منطقي يقول لك استخدم puts out fire in the buildings and cars. هذا شي يسوي، يطفئ، يطفئ يعني او يخمد. put out، put out يعني يطفئ. هنا طبعا لا تنسى الاس لان الفاعل مثل ما قلنا مفرد، فهنا مجرد يعني ترتيب لاوراقك، ترتيب للمفردات. a firefighter تقول is someone، المفردة مالتنا هو، هذه المفردة مالتنا او العبارة مالتنا الثابتة انه شخص الذي puts out، مثل ما موجودة عندك هنا تجيبها وتنزلها. اوكي، سهلة جدا اذا هيك يجيك التعريف. define a firefighter، عرف الفايرفايتر. طبعا الفايرفايتر هنا منطيك puts out fires، طبعا هنا هو هذا نفس هذا التعريف بس هاي بغير سنة، فنقول الفايرفايتر is someone who puts out fires، اللي هو يطفئ الحرائق. زين، هنا define a nurse ومنطيك use looks after sick people. look after معناها يعتني، فlook after sick people يعني يعتني بالناس المرضى، فهذا وظيفة الممرضة أو الممرضة. a nurse is someone who looks after sick people، شخص ما يعتني بالsick people. هنا عندنا خيارات. الخيارات is someone who takes care of sick animals. هنا sick people، هنا sick animals، اللي هو الطبيب البيطري. فالفت، الفت هذه تحفظها عزيز الطالب لأن مطلوبة من عندك، وبالإضافة إلى ذلك هي تزيد حصيلتك من المفردات اللي تفيدك إن شاء الله بمراحل دراسية يعني متقدمة مثل السادس الإعدادي. define a policeman، policeman يعني الرجل، يعني الشرطي.
protect people from criminals نقول هو يحمي ومنطقيه نجيب اسم المهنه البوليسمان نخليه هنا ونقول is someone هذه عبارتنا الثابتة who protects people from موجودة عندك from criminals تنزلها مثل ما هي زين اللي بعدها عندنا define a pilot flies a plane هذه ما أخذيها أنتم من زمان على ما أعتقد بالصف السادس الابتدائي نقول a pilot is someone who flies a plane الشخص اللي يطير الطيارات هو هذا البايلوت 11 define a lawyer lawyer اللي هو المحامي منطينا advises people about law يعني ينطي نصائح للناس فيما يتعلق بالقانون advise people about law هذا المحامي فنقول a lawyer is someone who هذه عبارتنا الكاملة هذا كله من كل شيء مس يعني أنا مجرد جاي نصفط المفردات advise people about law ونسويها جملة اوكي فما تحتاج هذا اذا هو انطاك بالواقع مرات ما ينطيك يقول لك عرف الدكتور مثل ما قلنا ببداية الفيديو فانت لازم تعرف واجبات المهنة شو يسوي الفاير فايتر puts out fires مثل ما قلنا يطفئ الحرائق الميكانيك رقم 2 works in a garage and repair cars فنقول الميكانيك is someone who works in a garage and repair cars هذا اللي تحفظن اي تحفظن حتى ما تروح من عندك ولا درجة إن شاء الله بالوزاري policeman protects people from criminals يحمي الناس من المجرمين shop assistants طبعا تشوفون اللي متكررة يعني المتكررة بالوزاري مثل ما شفتوا policeman doctor nurse هذن المهمات firefighters أو firefighter هنا عندنا shop assistants work in a shop يعمل في المحل عندنا teacher هو المدرس و teacher is someone who teaches students عندنا waiter هو النادل waiter هو works in a restaurant يشتغل في مطعم and takes people's order for food ويأخذ طلبات الناس للأكل طبعا عندنا nurse اللي هي works in a hospital الممرضة والممرضة تعمل في hospital and takes care of sick people وتهتم بالsick people الناس المرضى وعندنا الطبيب قلنا يعالج المرضى والarchitect المعماري plans building يعني يسوي يصمم الخرائط للناس عندنا pilot الطيار flies a plane يقود الطائرة وعندنا footballer اللي هو plays football هو اللاعب لاعب كرة القدم والauthor اللي هو المؤلف writes books يكتب كتب is someone who write books والweb designer طبعا هذه تقدر تستفاد من عدة أخاف تجيك يعني تقول design تأخذ الفعل هذا بس تشيل من عند ال ER نقول designs website والweb أيضا بس تضيف لها site يصمم site الvet takes care of sick animals يهتم بالحيوانات المريضة astronaut اللي هو رائد الفضاء flies in a rocket يطير بالصوار او يعني يطير بالصواريخ اكيد اللي هي المراكب الفضائية والphotographer اللي هو المصور takes photos وعندنا التنست اللي هو طبيب الاسنان look after people teeth يعتني باسنان الناس والpainter الصباغ اللي هو paints room is someone who paints room مثل ما تشوفون define a doctor جايب لهم لازم انت تقول a doctor موجودة عندك is someone who treats sick people لازم تجيب من عندك طبعا firefighter هنا منطيكي يعني منطيك جزء من عنده وكاتب لك define عرف فانت بهيج حالة تقول firefighter is someone who puts out fires and save people life هذا طبعا مرات يعكسها ينطيك التعريف ويريد من عندك اسم المهنة فقط إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب مستمرين وياكم تغطية كامل المادة للثالث المتوسط إذا تريد تشوف فيديوهات أكثر عندنا موجودة في القناة ارجع لها ويعني الفصول كلها منظمة ومشروحة بطريقة جيدة ولا تنسون دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب في أمان الله وحفظه.